دكتور قدم لي خدمة أطلع أشكره، ما فيها شيء. صالون مرضى يأخذ مني شيء، أكون وقحة إذا ما شكرته. صحيح. وهذه طريقة الشكر اللي موجودة الحين، زين. لكن ما أي كل يوم وأنا فنانة رايحة مطعم أكل وحاطة بصورة، رايحة مدري شنو أخذ سوء، يعني ما يخالف ما يمنع، لكن قللي، ما تستهلكين نفسك في كل شيء. مو بأي مكان، مو بأي مكان، أنت فنانة على مستوى، ما تروحين إلا مكان راقي ويستاهل ويدفع لك شيء يغنيك عن 3-4 محلات.